السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادئ ذي بدء، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيا لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بادئ ذي بدء، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك مكتب الدعوة، وكذلك الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بمدينة الرياض، على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذه المجالس العلمية. واليوم معنا أول درس، وهو عبارة عن تعليق ومختصر جدا على صحيح الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. ويعتبر هذا الكتاب هو من الكتب الستة ومن دواوين الإسلام. وهذا اليوم هو 16 من الشهر الثالث، هذا هو الدرس الأول، وهذا اليوم هو 16 من الشهر الثالث من ربيع الأول من عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب صحيح مسلم يأتي بعد البخاري من جهة الصحة. فأهل العلم قالوا إن أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى هو صحيح البخاري، ويأتي بعده صحيح مسلم، ثم بقية الكتب الستة، فهو من دون الإسلام. والإمام مسلم رحمه الله تعالى قدم بمقدمة وقدم مقدمة رحمه الله، ثم شرع في كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك بالوضوء، ثم بقية الكتب والأبواب. وهو رحمه الله تعالى لم يترجم، يعني لم يضع أبوابا على هذه الأحاديث رحمه الله، وإنما وضع كتبا وضع أبواب. والشراح الذين يشرحون صحيح مسلم يجتهدون في وضع الأبواب، فنقتصر على تبويب النووي رحمه الله تعالى على صحيح الإمام مسلم. وأما ما يتعلق بهذا الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري، فقد تحدثت عنه في جلسة خاصة في مجلس آخر في شرح صحيح المسلم، في مجلس آخر علمي، وهو شرح تفصيلي لهذا الكتاب صحيح المسلم. فتحدثت في المقدمة عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ومنهجه في كتابه، إلى غير ذلك ما يتعلق بالإمام مسلم رحمه الله تعالى. فلا حاجة إلى الإعادة هنا، لأن المقصود هنا في هذا المجلس هو الاختصار جدا بقدر الاستطاعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، السلام، قال: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. قال النووي باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر هاون، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي،
فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد لامة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يسمى بحديث جبريل الطويل، وهذا الحديث معناه على يعني معناه واختصارا قال حدثني أبو خيثمة زهار بن حرب قال حدثنا وكيع، وهو وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو الذي قال عنه الشافعي قال شكوت رحمه الله الشافعي يقول شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يطلع عصي. عن كهمس عن عبد الله بن بريد عن يحيى بن عمر حاء هذه عند علماء الحديث يعني تحويل من سند إلى سند آخر. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن عمر عن يحيى بن عمر قال أول كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. هذا معبد الجهني هذا رجل كان في بداية أمره في بداية حياته يطلب العلم في البصرة وهي بلدة في العراق، وثم بعد ذلك حصل عنده ضلال كبير وهو أنه يقول إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع، أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع، أن الأمر أنف، وكون الإنسان يصف الله بالجهل هذا كفر بالله العظيم. فالله رب العالمين سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني عليم وقدير وهو لا يعجزه شيء. والإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة كما أن هناك أركان الإسلام وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، فكذلك الإيمان له ست أركان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت يعني يوم القيامة والقدر خيره وشره. فهذا الرجل أنكر مرتبة من مراتب القدر وهي العلم، وهذا كفر بالله العلي العظيم، لأن الله يعلم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والشيء نكر سيقة مساق النفي فتعم كل شيء، فالله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذا الرجل إذن فالإيمان بالقضاء والقدر
يجب على كل واحد منا أن يؤمن بالإيمان، أن يؤمن بالقضاء والقدر، لأنه ركن من أركان الإيمان الستة. ويجب عليه في الإيمان بالقضاء والقدر أن يؤمن بأربع مراتب. متى ما اختل وسقط واحد من هذه الأربع المراتب فإنه يقع فيما وقع في أهل الأهواء والبدع والفرق الضالة التي ضلت عن منهج السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أول مرتبة، مرتبة العلم أن الله يعلم بكل شيء، والثاني أن الله كتب كل شيء، والله بكل شيء عليم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى له مشيئة والعبد له مشيئة، يعني مشيئة الله، وكذلك الخلق أن الله خلق أفعال العباد. ولذلك قال تعالى في المشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للمخلوق مشيئة ولكن جعل مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قالوا ما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. إذن يجب علينا أيها الأفاضل جميعا أن نؤمن بالقضاء والقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستة. اثنين، يجب علينا أن نؤمن بمراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمتى اختل واحد من هذه الأشياء فإن الشخص يقع فيه، يقع فيما وقع في أهل البدعة. قال عن يحيى بن عمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. هذا الرجل كان في بداية طالب علم ثم ظل عن الصراط المستقيم، صلى الله عليه وسلم والعافية. ولذلك الشيخ ابن عثيمين لما شرح هذا الحديث قال دل على أن الشخص دائما يسأل الله الثبات على الدين. هذا طالب علم في بدايته كان في البصرة ثم أنكر علم الله بالشيء وأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع، فيسأل الله دائما الواحد الثبات على دين الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول دائما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وابن القيم في النونية لما تحدث عن مذاهب أهل الهوى والبدع قال لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. قال عن يحيى بن عمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. يقول يحيى بن عمر فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، هو صاحبه الكلام لمن يحيى بن عمر يقول انطلقت أنا وصاحبي حميد بن عبد الرحمن الحميري ذاهبين للحج ومعتمرين، خرجوا من البصرة وين ذاهبين؟ يذهبون إلى منبع الرسالة وهي المدينة ومكة، يريدون يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن قول هذا الرجل الذي ظلل الناس في البصرة في ذلك العصر وقال إن الله لا يعلم بشيء إلا بعد أن يقع، يعني ينكر علم الله، يعني هذا كفر بالله العظيم. وهذا فيه كما قال الشيخ ابن عثيمين فيه أن الشخص إذا أشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم من العلماء الربانيين الراسخين في العلم، ما يرجع للناس، يعني يرجع للراسخين في العلم الذين يوثق بعلمهم الربانيين. ولذلك قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، عبد الرحمن الحميري حاجين معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، أنهم ينكرون علم الله بالشيء. يقول يحيى بن عمر فوفق لنا، يعني توافقنا، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب الفقيه العالم ابن الخليفة عمر الخطاب داخلا المسجد، يعني المسجد النبوي. يقول فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني صرنا عن كنفيه، الكنفين ما هما؟ يعني واحد عن يمين واحد عن الشمال، يريدان أن يسألان عبد الله بن عمر عن هذا القول الذي أشيع في البصرة وهذا الرجل الذي ظلل الناس في البصرة في ذلك العصر، أحدنا عن يمين والآخر عن شماله. فظننت أيقنت يعني أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني يجعلني أنا ليسأل. في رواية قال لأني ألحن منه وأقوى منه في السؤال، وهذا أنا سأتكلم مع صحابي لابد أن أكون سؤالي يكون بأدب واحترام وتقدير. يقول فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن، هذا فيه الأدب مع العلماء لأنها كنيت عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس في البصرة يعني يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتتبعون دقائق العلم، وذكر من شأنهم وأنهم كذا يقولون وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم بالشيء
إلا بعد أن يقع، أعوذ بالله. ماذا قال عبد الله بن عمر الصحابي الجليل؟ قال عبد الله بن عمر: فإذا لقيت أولئك، يعني في البصرة وفي غيرهم، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. خلاص. والذي يحلف به عبد الله بن عمر وهو الله لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني يقول لو أن هؤلاء الناس الذين لا يؤمنون بعلم الله أو بأي مرتبة من مراتب القدر، لو الواحد عنده جبل أحد، الجبل العظيم الموجود في المدينة النبوية على ساكنة وتم التسليم، لو أن له ذهب مثل جبل أحد فأنفقه ما تقبل الله له منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر. طيب، ثم بعد ذلك، ثم أتى عبد الله بن عمر بن الخطاب بالدليل على هذا الشيء، ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل. من هذا؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. لأن الوحي يأتي على أكثر من جهة، يأتي مرة مناما للرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي، ومرة يأتي الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم مثل صلصة الجرس وشد عليه، ويأتيه مرة جبريل يتمثل بصورة رجلين من الصحابة، دحية الكلبي وهما أجمل الصحابة، دحية الكلبي وجرير بن عبد الله البجلي. فجبريل عليه الصلاة والسلام وهو الرسول الملكي، لأن عندنا الرسول الملكي وهو جبريل، وعندنا الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والرسل. فدخل جبريل على صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. في العادة أن الواحد إذا جاء من السفر يكون يعني منتفش الشعر وتكون ثيابه متسخة. هذا الرجل دخل ونظيف ولا أحد يعرفه من الصحابة، فاستغربوا ولا يعرفه من أحد، حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم، على ركبتين، ووضع كفيه على فخذيه. هل جبريل وضع كفيه على فخذي نفسه أو على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل كذا وقيل كذا. وقال: يا محمد، أراد جبريل صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد الإسلام، أن تشهد لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة المكتوبة يعني، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت ليس سبيلا. قال: صدقت. قال الصحابة: عجيب، لو يسأل ويصدق. في العادة أن الواحد إذا جاء يسأل ما يعلم بهذا الشيء، الذي يقول لما تواحد تكلم وتسأل ثم إذا جاوب تقول صدقت، دليل عندك علم بهذا الكلام الذي يجاوب به. فجبريل كان يعلم بهذا الشيء، يعلم ما معنى الإسلام والإيمان والإحسان. فقال الصحابة: صديقنا عجبنا، يسأل ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خير وشر واليوم الآخر. قال: صدقت، إلى آخره. ثم سأله عن علامات الساعة ما هي. قال: إذا ولدت الأمة ربتها، قيل أن يلد العرب العجم، وقيل يكثر في آخر الزمان عقوق الوالدين حتى يعامل الشخص أمه كما يعامل يعامل أمته، وقيل أقوال أخرى أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة، يعني أصحاب البادية رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يعني يتنافسون في العمران، يعني أصحاب البادية، أهل البادية الذين هم في البرية. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، يعني انطلق جبريل بعد هذه الأسئلة، ثم قال: يا عمر، الرسول يقول: عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. هذا هو ملخص معنى هذا الحديث. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من أعداء الحاسدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.